سلام يا عيال عزيزي. خلى فقره عزيزي. صباحكم الله بالخير يا الربع. فقره بسيطه جدا، اسئله باذن الله انها ما هي الوحيده، اعتبروها حلقه اولى. الله يطول عمرك، ومن نفس الفكره لكن الضيوف كثار. ما عاد هو شيخ يا سلطان، ما عاد هو شيخ. بيض الله وجهك. اليوم ضيفين، كل ضيف عنده 6 أسئلة، 3 أسئلة يبرر فيها و3 أسئلة يجاوب بنعم أو لا بدون أي تبرير. واضح أبو صالح؟ واضح. يلا ايش تبي؟ لا اصبر اصبر. صباحك الله بالخير أبو صالح. أبدأ على طول. الأسئلة هذه هدفها أن نكتشف شخصية عبد الله الشهراني. يا سلام. سؤال ما له علاقة في السؤال الثاني ولا الثالث، كل سؤال له فكرة معينة في بالي وبال المشاهد. السؤال الأول، لو يجيك شخص بعيدا، هل هو يهمك أو ما يهمك، قال اقطع العلاقة، وش رد عبد الله له؟ اقطع العلاقة. تم اقطع العلاقة. ما راح تسولف؟ ما راح أقول ليه، وش فيه، وش عندك، ايش السبب؟ ما يهم، ما تهمك العلاقات ابدا نهائيا. نهائيا. اجاباتكم مهمه يا شيخ. ماني شيخ برا الفقره يا ابو ظهير. هذه فقره مثل ما انا شيخ واحترمتوني في وقفتي يوم انا شيخ وفي تقديمي، انا احترمكم في فقراتكم. بيض الله وجهك. زين، ترى سوالف واجابه جديه جدا. نعم. خلي المزح على جنب. في حال انك، في حال ولي امرك بشكل عام، سواء اخ كبير، عم، ابو، اي شخص، في حال انه خاصمك في مكان عام، وش ردة فعل عبد الله في الموقف هذا؟ هل هو بيزعل؟ هل هو بكون سمعا وطاعة؟ اذا تخلصنا من الموقف وانه هوشني في مكان عام او قدام ناس او في مجلس بشكل احرجني ودقني بالكلام، اول شيء افكر فيه انه هذا اكيد ما راح يتكلم الا شيء لمصلحتي، بس بعدين بمسكه على جنب اقول اذا في شيء غلطت فيه انا او شيء شفتني سويته ما له داعي سكني على جنب. هل هو من مصلحتك انه يهوش قدام الناس؟ انا اشوف لا، بالعكس، انه بيصير في يعني مستحيل انه جلسه كامله فيها اللي يحبك، فيها اللي ما يحبك، فيها اللي بيفرح عليك ان اخوك فشلك، فانت مسكني على جنب. اشوف انك تمسكها على جنب وتتكلم. رده فعلك على ولي امرك فعلها الخاطئ انك تسكت. بكون ساكت واسمع وطاعه، يعني لين متقبل، لين بعدين اصير انصحه او اقول له على جنب. تمام. كم، لا قيم شخصيتك من 10 بكل أمانة. بكل أمانة. أنت تشوف ذمة، لا تقعد، لا تقعد تعطيني رقم عالي بعدين تقول العالم بيقولون هذا واثق من نفسه، ولا تعطيني بسيط عشان العالم ما تقول. بكل أمانة، عبد الله الشهراني يشوف شخصيته كذا من 10. 7 من 10. 7 من 10 حقيقة. حلو. وصلنا لأسئلة اللي هي جاوب نعم أو لا. تؤمن بالحب الإلكتروني؟ كل أمانة، اللي عن طريق الجوال والحب الجديد. نعم. هل حب الأم أكثر من حب الأب بشكل عام؟ نعم. هل تنتقم؟ نعم. شكرا، يعطيك العافية. نبينا السلطان الهميلي. مرتب أسئلة، كل شخص له أسئلة. إعداد.